السفر صعب جدا دلوقتي، الامور اهدى شويه. كنا بنسافر اي بلد في افريقيا كنا بنقعد يومين ممكن في الطريق وترانزيت في كل بلد، والامور كانت صعبه فكنا بنتبهدل. فهو كان بيعدلنا كل كان الحاجات دي، بيعدي كل كل الحاجات الحاجات دي. دي كان بيعديها اينو. لو مش موجود في معسكر اعرف ان المعسكر باظ. معسكر بايظ. طيب نروح بقى لنادي المقاولين العرب وسر التألق لمحمد سمير، واحد من أفضل المدافعين اللي موجودين في الدوري العام المصري خلال هذا الموسم والموسم اللي فات. أعتقد كمان كان ليك دور كبير جدا في تحسن نتائج المقاولين السنة اللي فاتت يعني بشكل كبير. السنة دي المقاولين يعني أقرب الفرق للنادي الأهلي. سر هذا التألق يا محمد؟ والله كابتن الحمد لله الواحد مركز جدا ان هو يعمل حاجه للنادي بتاعه وحاجه لنفسه، وان انت تفضل لغايه اقصى وقت انت موجود في الملعب وبتأدي بشكل كويس. يمكن من السنه اللي فاتت الامور ماشيه معانا بشكل كويس، كان الكابتن علاء نبيل والجهاز الفني اللي معاه بدأ الموسم، وبدأنا الى حد ما كانش فيه توفيق والامور ما كانتش ماشيه بشكل كويس اول 7 8 ماتشات. بعد كده الكابتن عماد جه. بس كنت بتلعب في كل هذه الحمد لله يعني دايما مع كابتن علاء، مع كابتن عماد، مع كابتن رضوان، مع كابتن الحمد لله. لما جالنا الكابتن عماد طبعا الامور بالنسبه لنا اختلفت تماما. انا دايما بقول ان انت طول ما انت لعيب في اي نادي ما فيش طموح جوه النادي او جوه اللعيبه، انا شايف ان الموضوع ملوش لازمه خالص. لازم يبقى في طموح، ولازم اللعيبه والاداره والنادي يبقى عندهم طموح ان هم يدخلوا الدوري او يدخلوا اي مسابقه، ان هم عايزين يعملوا حاجه، مش مجرد ان انا بشارك او ابقى موجود في نص الجدول او ان انا احاول اهرب من الهبوط. ما انت كده ده مش طموح كويس، او دي حاجه انت بتخلقها في اللعيبه مش كويسه. فده كان الى حد ما مفتقدينه بشكل كبير. الكابتن عماد لما جه والجهاز الفني اللي موجودين كلهم لعبوا في انديه كبيره وخدوا بطولات، فالناس عندها طموح ان هي تعمل حاجه لنفسها وللنادي، وده بان من اول يوم في الشغل. طبعا كان مركزنا الى حد ما بشكل كبير ما كناش في مركز كويس، بدأنا نشتغل كلنا، بدأ الكابتن عماد يخلق طموح، بدأنا نتكلم مع اللعيبه الصغيرين واللعيبه اللي هي بمعنى اصح مش في دماغها ان انت تنزل تكسب تخسر. في ناس كتيره جدا للاسف عادي الامور بالنسبه لهم عادي، احنا للاسف مش متعودين على كده. فبدانا نتكلم مع اللعيبه، لا لازم نعمل حاجه يا جماعه كويسه لينا، للعيبه هتحسب لنا وللنادي اكيد. فعملنا موسم كويس جدا السنه اللي فاتت، وخلصنا بعد ما كنا في مركز مش كويس خلصنا الدوري في مركز خامس، وده كان بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا بعد موسم بداناه مش كويس. وكان بقالنا فتره كبيره نادي المقاولين ما خلص الدوري في المركز الخامس، ومن اول يوم السنه دي بدانا بشكل مختلف. وطبعا الجهاز كمل معانا بمجموعه اللعيبه، القوام كله موجود بجانب الاضافات اللي دخلت على الفرقه. فاعتقد ان احنا من اول يوم دخلنا واتكلمنا والاداره اتكلمت معانا والجهاز اتكلم معانا ان احنا لا السنه دي الموضوع لازم بالنسبه لنا يبقى مختلف، ولازم نعمل حاجه للنادي ولينا. فاكيد التألق ده مش جاي من فراغ، جاي طبعا من الناس كلها بتشتغل بشكل كويس وبتتمرن بشكل كويس وبنعمل اللي علينا وعايزين نعمل حاجه لينا. انت طول ما انت بره اهلي وزمالك لما بتعمل حاجه للنادي بتاعك بتحسب لك طبعا. طبعا فالموضوع مش سهل طبعا، وانت مجرب اكيد الموضوع ده قبل كده. فاحنا كلنا بنتكلم ان احنا عايزين نعمل حاجه للنادي بتاعنا ولينا كلعيبه هتحسب لنا. كل الناس دلوقتي فاكره جيل الاجيال المقاولين اللي هي القديمه اللي خدت بطولات افريقيا وخدوا سوبر وكاس وهم في الدرجه الثانيه، والناس دلوقتي فاكره كلهم اسمائهم وبيذكروهم لغايه دلوقتي. من 15 سنه اخر خمسة سنه 95 كانت اخر بطوله النادي خدها، ولغايه دلوقتي الناس 25 سنه من 25 سنه لا 2005 انا اسف 2005. من 2005 لما خدوا لما كانوا في الدرجه الثانيه مع الكابتن حسن شحاته لما خدوا سوبر وكاس، ف 15 سنه ما خدوش بطوله، والناس لغايه دلوقتي فاكره الجيل اللي كان موجود في نادي المقاولين. فاحنا كل تفكيرنا في كده ان احنا عايزين نعمل حاجه للنادي وحاجه تحسب لنا كلنا، والجيل ده ما حدش ينساه. فاشتغلنا من اول يوم على كده، والسنه دي ماشيين بشكل كويس جدا، وللاسف الامور ما يعني وقفت. بنتمنى ان شاء الله ان الامور ترجع يعني عشان تعبنا ده ما يروحش يعني. الفرق ان انت تتعامل مع مدرب لعبت معاه فيها في فرق ولا ما فيش؟ يعني انت لعبت مع عماد النحاس لفترات طويله. فرق كبير. هو التجربه بالنسبه لي كانت مختلفه وكانت غريبه، ما كنتش عارف هعرف اتعامل ازاي ان انا لعبت مع الكابتن عماد طبعا، وان هو يبقى المدرب بتاعي دلوقتي. هي حاجه انا شايف انها حاجه ايجابيه جدا، لان انت لما بيجي عليك مدرب جديد بتحاول تاخد وقت انت وهو ان انتوا تستكشفوا بعض وتعرفوا تتعاملوا مع بعض ازاي. انا كابتن عماد عارفه، انما انا خلاص كابتن عماد عارفه وهو عارفني، فاحنا عارفين طباع بعض، وانا عارف هو بيفكر في ايه وعارف ايه اللي بيحبه وايه اللي ما بيحبوش، وهو نفس الكلام. فما ما 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 يعني ما لقيناش صعوبه مع بعض ان احنا نعرف نتعامل مع بعض ازاي. فمن اول يوم طبعا الكابتن عماد بنتكلم مع بعض على طول بشكل ايجابي، وانا مبسوط جدا بالفتره اللي انا بشتغلها معايا.
تمام. اخيرا مسجز او رسائل بتديها لحسام عاشور. عاشور انا مقدر جدا طبعا الحاله اللي هو فيها دلوقتي. عاشور لعيب كبير ونجم كبير وعمل تاريخ ما اعتقدش ان حد هيقدر يعمله. بتمنى له ان شاء الله التوفيق في الخطوه اللي جايه وان هو يفكر كويس جدا ويستخي ربنا قبل اي خطوه ياخدها. انا طبعا بتمنى له ان هو لو هيبطل يكمل يعني يبطل هو في النادي الاهلي ما يحاولش يروح اي فرقه تانية جوه مصر. وهو لو شايف ان هو قادر ان هو يلعب تاني وقادر ياخد الخطوه دي انا بتمنى له ان هو لو هياخد الخطوه دي ياخدها بره مصر وبعد كده يرجع النادي الاهلي. عاشور لعيب كبير وقيمه كبيره طبعا. احمد فتحي. فتحي نفس الكلام برضو. فتحي لعيب كبير ومن احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر ومقاتل ولغايه اخر وقت بيشتغل وما بيبخلش باي مجهود وادى النادي الاهلي كتير. خطوه جديده بالنسبه له خدها وبتمنى له التوفيق فيها ان شاء الله ايا كانت الخطوه اللي هو هياخدها. مش عايزين يعني نختزل مجهود السنين اللي فاتت طبعا. لاحمد فتحي محدش هينسى ال 12 أكيد. 13 سنه ومحدش هينسى الموقف اكيد ادى النادي كتير وفي نفس الوقت هو قرار النادي الاهلي عرض عليه عرض كويس وعرض كبير وهو على كلامه ان هو شايف ان دي الخطوه المناسبه بالنسبه له بنتمنى له التوفيق فيها ان شاء الله. سمير انا بشكرك جدا واتمنى لك يا رب التوفيق وان شاء الله تفضل والمقاولين العرب ينافس مع مجموعه من اللاعبين المحترمين الحقيقه كلكم مع مدير فني اعتقد واحد من افضل ثلاث او اربع مدربين موجودين في الدوري دلوقتي. اكيد طبعا. يا رب يا كابتن انا مبسوط ان انا كنت معاك وحياتك وتوحشني وبتمنى لك ان شاء الله التوفيق وبتمنى للقناه التوفيق والنادي الاهلي كبير وهيفضل كبير طبعا باي حد وانا ببقى مبسوط.